انا الله الحميني، انا الله الحميني. شرخ جديد في جسر الوصول الى اتفاق لوقف الحرب في غزة احدثه جيش الاحتلال في الشاطئ والمواسي والنصيرات. مجازر جديدة جاءت قبل يوم واحد من جولة أخرى من مفاوضات الدوحة. تقول القناة 12 الإسرائيلية إن موعدها لا يزال مجدولا، في وقت عقد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات في تل أبيب بشأن سير عملية التفاوض. رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي يدعي أن ضربات جيشه في خان يونس تسهم في تهيئة ظروف صفقة التبادل. نواصل ممارسة الضغط اللازم لتهيئة الظروف المناسبة لمثل هذا الاتفاق، وهكذا تصرفنا منذ انتهاء الاتفاقات السابقة. نعرف كيف نلتزم بكل اتفاق سيوافق عليه المستوى السياسي، وسيظل الجيش مستعدا لاستئناف القتال بشراسة إذا لزم الأمر. حتى وزير الأمن الإسرائيلي يوهاف جالانت وخلال لقائه بالطيارين الذين ارتكبوا المجزرة قال إن هجومهم يوفر لإسرائيل مرونة أكثر لخلق ظروف استعادة المختطفين. تصريحات يعتبرها القيادي في حركة حماس أسامة حمدان محاولة لصرف الأنظار عن الجرائم الجديدة في غزة. حمدان قال إن الحركة رغم محاولة التعطيل من الاحتلال تبذل كل جهودها للوصول إلى اتفاق. فريق الحركة المفاوض يعمل على مدار الساعة، وقيادة الحركة تتابعه بكل التفاصيل من أجل أن نتوصل إلى هذا الاتفاق، ونحن مصرون على ذلك، وإن شاء الله تعالى سنكون قادرين على تحقيق ذلك مهما كان العدو معطلا أو معرقلا. حماس وفي بيان لمكتبها السياسي قالت إن هنية أجرى سلسلة اتصالات مع الوسطاء وبعض الدول الإقليمية على إثر المجازر الجديدة بالتزامن مع وصول وزير الخارجية البريطانية إلى الأراضي المحتلة بأجندة لقاءات في رام الله وتل أبيب. ديفيد لامي دعا مجددا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع ورافع لصالح استمرار الجهود الدبلوماسية بالقول إن الحرب المستمرة في غزة لا تطاق.